بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الثالثة في قسم هندسة تقنيات الحاسوب في كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة. استكمال المحاضرات السابقة في مادة الاتصالات الرقمية، إن شاء الله راح ناخذ موضوع مهم جدا اللي هو الماتشت فلترز، الفلاتر المطابقة أو فلاتر التشبيه. قبل ما أبدأ بالموضوع أحب أذكركم بموضوع جدا مهم اللي هو موضوع الISI، اللي هو نتيجة لحدوث الISI احنا بدنا نستخدم الماتشت فلتر والفلاتر الأخرى اللي تم استذكارها. الإشارة قلنا بوقتها بالديجيتال كوميونيكيشن راح تحول إلى سامبلز، وبعد تحويلها إلى سامبلز راح يتم تحويلها إلى ديجيتال. بعد ما تصير الإشارة ديجيتال راح تنقل بالجو، ولما تنقل بالجو راح يصير عندي عملية تداخل ممكن، يعني سامبل أو سمبل تزحف على سمبل أخرى، فصير عندي تداخل. هذا التداخل اللي راح يصير نتيجة طبيعية، نتيجة طبيعية لعاملين مهمين. العامل الأول اللي هو أما مرور الإشارة من خلال وسط يكون يعني تشانل، قصدي يكون التردد مالته أقل من تردد الإشارة بعد عملية الموديليشن، فبالتالي حتى تركب هاي الإشارة على هذا التردد راح يسوي لها عملية تقليل للتردد مالته الديستورشن. من يصير تقليل هاي السامبلز راح تبتدي تداخل. هاي مشكلة. المشكلة الأخرى اللي تسبب الـ ISI اللي هي المالتي باث بروبيجيشن، اللي هي الإشارة راح تنقل بعدة اتجاهات وانعكاسات إلى أن توصل إلى الرسيفر، وبالتالي ممكن توصل ديليت سيجنال، إشارة يعني متأخرة أو إشارة متقدمة، بالتالي راح يصير عندي عملية الـ ISI. زين، حتى أقضي على ISI اللي هو حدث طبيعي جدا دا يصير بالاتصالات الرقمية لازم استخدم فلاتر. فواحد من الفلاتر قالوا اللي هو السينك فلتر وشرحناه، وفلاتر اخرى اللي هو الكوزان ريزد فلتر اللي هو يحول الاشاره السامبلز يحولها على شكل بلوكس مربعات على شكل مستطيلات عفوا، وبالتالي راح يقلل عمليه التداخل اللي تصير بين سامبل وسامبل اخرى. زين، اكو ملاحظه جدا مهمه قبل ما اروح للماتشت فلتر. موضوع يسمونه الايكولايزيشن او الايكولايزر اللي هو المساواه او المعادله. حتى اسوي عمليه مساواه احنا قلنا الاشارات من راح ترسل المتحكم الرئيسي في عمليه التداخل اللي راح تصير عندي اللي هو التردد. اذا قل التردد او اذا زاد التردد ممكن اشاره تسحب، وبالتالي راح يصير عندي ISI. بالاتصالات اكو عندي مفهوم يسمونه الايكولايزيشن، اسوي عمليه مساواه بين السامبلز، بين السامبلز اتحكم بالفريكوانسي مالتها والديلي مالتها حتى اسوي عملية تباعد او تقارب بين السامبلز حتى اتخلص من هاي المشكلة. فعملية الايكولايزيشن اللي هي بتحكم رئيسي راح يكون بيد تقليل الفريكوانسي ريسبونس، يعني الاوتبوت مالت الفريكوانسي مالت الاشارة، حتى يسوي عملية استخلاص وانهاء المن الى الاي اس اي. طبعا بالايكولايزيشن ممكن انه استخدم عمليه الادابتف. الادابتف شنو؟ الادابتف كولايزر يسمونه. هذا الادابتف كولايزر راح تكون هذا الفلتر راح يكون مالاته الفيز شيفت. هنا ايش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده عمليه تحكم بي ويا السيجنال، يعني اذا زادت السيجنال راح ازيد الفلتر كويفيسنتس، واذا قلت ممكن اقلل وياها. فهنا راح يصير ادابتف ويا التشانل الناقل المن للاشاره، يعني يتحكم ويا الاشاره، يعني زاد التردد يزيد يقل التردد يقل، يسمونه الادابتف كولايزر. كلمه ادابتف من تشوفوها في اي مجال بالاتصالات معناتها يتغير مع تغير السيجنال، تغير مع تغير السيجنال. هسه هذا الموضوع مو يعني مو صعب، يعني هو فقط عملية مساواة أو معادلة راح يصير بها يرفع ويقلل بالتردد الفيز إلى أن يبدي يتخلص منين؟ من الISI، من الISI. الموضوع المهم الآخر اللي هو الماتشت فلتر. الماتشت فلتر معناته فلاتر المساواة أو المطابقة. هذا هنا ايش راح يسوي؟ راح ياخذ إشارة، هاي الإشارة اللي راح ياخذها اللي هي الإشارة اللي جايته راح يسوي لها عملية correlation يسموها بالاتصالات، أو تطابق أو تراكب، تركيب إشارة على إشارة. هنا بين الإشارة الأصلية وإشارة أخرى عنده يسموها template معناتها القالب، يعني خلينا نقول القالب. راح يجي يركب هذه الإشارة على إشارة ويشوف العملية اللي راح تصير عندي. راح يصير عندي عملية ضرب
هاي عملية الضرب اللي راح تصير عندي. فهنا الإشارة راح يصير عملية ضرب بين الإشارة وإشارة أخرى تشبهها بالشكل، ممكن راح تخلص أول شيء منين أنا من النويز. إحنا بصورة طبيعية أي إشارة عندما ترسل راح تتعرض إلى نويز، ورما تتعرض إلى نويز هاي الإشارة أنا أجي أريد أشوف إنها أقدر أستخلص الإشارة من هذا النويز دولا. فهنا الماتش فلتر راح يكون عمله هو هنا، يعني هسه أنا ما طول شغلة كلها ديجيتال، إحنا بالمادة فهاي الإشارة هي ديجيتال 1101 نقلناها بشنال تعرضت إلى نويز، هذا اللي هو الجاوزيان نويز ويت جاوزيان نويز، يعني نويز على شكل جاوزيان. الجاوزيان اللي هو الديستريبيوشن ما تكون طبيعي، هسه هذا مو موضوع الموضوع النويز. نعم، طلعت الإشارة بهذا الشكل، هاي الإشارة اللي نقلت ووصلت لمن الريسيفر. زين هسه أنا مين أفتهمها؟ هي نفسها هاي، مين أفتهمها؟ نفسها هاي. فهنا راح يجي دور الماتت فلتر. الماتت فلتر راح يكون عنده إشارة تشبه هاي الإشارة، تشبه ماتش عملية تشابه، تشبه هذه الإشارة بس مو مثلها، يعني مو مثلها. هو راح يصير عملية تخمير، خلينا نقول احنا راح تكون تشبه هذه الإشارة. شلون تشبه لها؟ راح يجي باوعد الإشارة يشوف الارتفاع، كل ارتفاع يعطي قيمة 1 وكل انخفاض يعطي قيمة 0. فهنا مثلا هسه ويا الماوس هذا ارتفاع اكو فقيمته 1، هذا انخفاض قيمته 0، هذا هنا انخفاض على قيمته 0، هذا ارتفاع قيمته 1 هيجي. وراح يسوي عملية كورليشن، يعني ضرب، يضرب هاي الإشارة ويا من؟ ويا الإشارة اللي عنده. يضربه ويا الإشارة اللي عنده، مثلا هسه أني هذا الارتفاع هو قيمته 1.5، زين هو راح يضربها بمن؟ بواحد، 1.5 في 1 يطلع لك 1، زين راح يجي على انخفاض، انخفاض قيمته 0، وهذا مثلا قيمته هنا -0.7، فصفر في -0.7 0، فيستمر على هاي الحالة إلى أن يوصل المن، إلى أن يوصل إلى تصفية الإشارة. ورما يصفي الإشارة راح يدخلها في عملية أخرى يسموها threshold decision. هاي هسه بعدين راح نجيها threshold decision. النتيجة يعني راح يسوي عملية تصفية من النويز، بعد ذلك يقرر تحويلها من الوان إلى زيرو أو من الزيرو إلى الوان. فأول نقطة اللي راح يسويها عملية الضرب مع إشارة تشبه هذه الإشارة حتى يتخلص منين؟ يتخلص من النويز اللي موجود. بعد ذلك راح يروح إلى النقطة الأخرى اللي هي عملية الثريشولد ديسيشن حتى يقرر أنه هل هذا الناتج هو 1 أو 0 حسب نوع الإشارة. هسه اللي يصير عندي أنا يصير عندي عملية ضرب، هذا هنا يصير عندي عملية ضرب، عملية ضرب هاي الإشارة هنا هذا الرمز هذا اللي هو على شكل حرف أن هذا ركتانجولار فاكشن اللي هي دالة مستطيل يسموها. هاي الدالة اللي شكلها مثل هذا، يعني مرتفعة ونازلة على شكل مستطيل، قيمتها أقول 1 من 0 مثلا إلى 1، من 2 إلى 3، من 4 إلى 5 هيك. فهنا راح يسوي عملية ضرب بين الإشارة اللي جايته وبين الإشارة اللي هو محتفظ بيها، يعني التشبيه التيمبلت، التشبيه مالت الإشارة هذيك. ورما يسوي عملية ضرب راح يطلع لناتج، الناتج اللي هو الام اوف تي. طبعا اللي يطلع الناتج عند هنا هاي هالسان عند الإشارة طلع عندي كأن يكون هذا الناتج بعد عملية الضرب اللي بيها النويز. هسه راح يجي يسوي عملية اختيار اللي هو عن طريق استخدام decision making. طبعا هنا أنا ممكن استخدم الفلتر أنا بالإرسال والاستقبال. بالإرسال هنا مثلا إضافة نويز دخل مضافة النويز، هذا النويز هو بصورة طبيعية يعني يدخل على الإشارة، وهنا طلعت الإشارة دخلت بالفلتر. بعدها سوى لها عملية سامبلينج. إحنا اللي همنا وين؟ اللي همنا في عملية الاستقبال، استقبال الإشارة. باستقبال الإشارة هو هذا الشكل مالت، هاي هنا البي سي ام ويف اللي هي الويف العادية، يعني هاي اللي مال ديجيتال دخلت تجاهها نويز، طلعت الإشارة دخلت بالماتت فلتر. ورما دخلت بالماتت فلتر، الفلتر هذا تسوالها هسه أول شيء صفاها من النويز، صفاها من النويز وحولها إلى خلينا نقول ارتفاع وانخفاض، بحيث ممكن أقول إنه هذا 1 هذا 0. زين هو الإشارة ورما حولها بالفلتر، ورما حولها بالفلتر راح يسوي عملية ساملينج. أنا هسه هنا مرحلة الاستقبال،
اريد ارجع الاشاره حتى اسمعها ديجيتال، فسوالها السامبلنج، ورا ما سوالها السامبلنج قطعت الى قطع. هاي القطع كل قطعه لها ارتفاعها، فهاي ارتفاعها هنا راح استخدم ثريشولد يسمونه. الثريشولد اللي هي القيمه اللي اقيس عليها، هذا الديسيجن ديفايس اللي هو جهاز الاختيار، ديسيجن اختيار. فاذا كان الناتج مال التقطيع يعني الارتفاع مثلا خلي اقولها قيمتها 2، هاي 2، فاذا الواي اكبر من 2 يعني هذا الناتج ورا السامبلنج، اذا اكبر من 2 هاي 1، واذا اقل من 2 معناتها 0، معناتها 0. فاذا هسه الاشاره مثلا طلع لي 2.5، زين 2.5 اكبر من 2 معناتها هاي 1، فراح يطلع لك 1. جت الاشاره 0.7، 0.7 اقل من 2 راح يطلع 0، وبالتالي راح تطلع الاشاره 1010 تتحول الى ديجيتال، ويتخلص مني شنو؟ يتخلص من النويز عن طريق الماتش فلتر، وسوالها عمليه تطابق، وتوصل المن الى الاشاره القويه اللي هي الاشاره الاصليه، الاشاره الاصليه. بقى ديسيجن ديفايس شنو اهميته هنا؟ اهميته هنا راح يحول السامبلات الى 0 وال1 بالاعتماد على قيمه الثريشولد، وهاي اختيار قيمه الثريشولد راح تكون هواي بحوث داخله بيها. ممكن يختاروها على اساس قوه السيجنال، ممكن يختاروها على اساس السامبلنج ريت، عده اتجاهات معينه يعني خارج نطاق الموضوع مالتنا. شكرا جزيلا طلابي، هنا انتهت المحاضره، واتمنى لكم الموفقيه والنجاح.